احنا فعلا بدأنا التطبيق مع الدكتور هشام قنديل، وتممنا على ان احنا نطبق الحد الاقصى للاجور المرحله الاولى و35 ضعف الحد الادنى، وبدأت تتعامل مع الوزارات، وبيتم الان عمليه الحصر، ووزاره الماليه بعد خطابات لكل الهيئات الحكوميه وقطاع الاعمال العام ظاهره ان كل اللي بيتقاضى راتب اذا تعدى 35 ضعف الحد الادنى بيقدم بيان تفصيلي ده عشان تبدا ترد وزاره الماليه كل ما صرف من زياده عن الحد الاقصى على كل العاملين بالدوله. والحد الادنى ده يا فندم طبقا لكل منشاه على حده، يعني الحد الادنى في هذه المؤسسه غير الحد الادنى في تلك المؤسسه؟ انت عارف ان التعيينات بتتم على مستوى شرائح، بدايه التعيين للمؤهل غير بدايه التعيين لغير المؤهل غير بدايه التعيين طبعا ده. فاحنا بدايه التعيين لنفس الشريحه اللي انت تعينت عليها، فانت هتزيد وتتدرج اقصى 35 ضعف، يبقى اللي داخل جديد للي خارج معاش او للي ترقى واستولى مسؤوليه لن يزيد تدربه او ارتفاعه عن 35 ضعف الحد الادنى. ده القانون اللي صدر من مجلس النواب السابق، وهو ده اللي احنا بنطبقه، وهو اللي احنا بدانا تنفيذه فعلا على ارض الواقع. والحد الادنى؟ الحد الادنى المعترف بيه او اللي كان اقر قبل كده في المجلس الاعلى للاجور كان هو ال 700، احنا بنحاول دلوقتي نعيد هيكله الاجور، لان في عندنا ازمه كبرى، لان مفهوم عند الناس ان الحد الادنى هو الاساسي اللي بياخده العامل، ولا الحد الادنى هو اجمالي الدخل اللي بياخده في الشهر، ولا الحد الادنى هو اجمالي الدخل مقسوما على ما يتناوله خلال العام كله من ارباح ومزايا وخلافه، فتقسم على 12، يبقى ده الدخل الذي ترعاه الاسره. لان لما حد بيقول احنا عايزين الحد الادنى ما يقلش عن 1500، هو بيقول 1500 يقصد بها اجمالي ما يدخل جيب او راتب العامل على مدار السنه كلها مقسوما على 12. وهدفكم من اعاده الهيكله ايه معالي الوزير؟ هدفكم من اعاده هيكله الحد الادنى للاجور؟ مش الحد الادنى بس، هيكله الاجور بشكل عام. يعني هيكله الاجور المقصود، يعني هيكله الاجور المقصود بيها رفع الحد الادنى، يعني لو انا باخد 300 اساسي و300 تانيين زيهم علاوات وبدلات، فالمقصود ان انا اخد 600 جنيه ده يبقى مرتبي في الشهر حد ادنى. هوضح لحضرتك، الحد الادنى جزء من هيكله الاجور بشكل عام، بمعنى ان انا ما ينفعش يبقى عندي 20% هو الاساسي و80% اجور متغيره مترتبه على ال 20%. يعني يجب ان يكون العامل يعرف ان اجره الاساسي الثابت اللي هياخده بدون اي هو 80% من الاصل بتاعه، وال 20% تتغير كحوافز كبدلات كاوفر تايم الى غير ذلك، لكن يبقى الاصل بتاعه 80% معروف، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالخصم التاميني واللي مقصوب عليه في التامينات، عشان لما يطلع معاش ما ينزلش مرتبه من كام الف كان بياخدهم الى مرتب بعيد جدا، لانه كان بيسدد اشتراكاته التامينيه على رقم بعيد جدا وهزيل. في نسب تقريبيه او وقت تقريبي مثلا نقدر نقول ان شاء الله هيتم تفعيل مساله الحد الادنى والاقصى بنهايه العام؟ احنا بس مع بدايه العام المالي الجديد عشان قريبا واحتمالا ما هو ده اللي بيزعل الناس. مش قريبا، احنا بدانا فعلا، مش لسه هنبدا، احنا بدانا ننفذ فعلا الحد الاقصى وبدا تطبيقه على ارض الواقع. ما فيش حد دلوقتي في مصر بياخد اقل من 700، ما فيش كل فرص العمل اللي احنا بنتاحها بيكون الحد الادنى فيها 1000 جنيه بالاتفاق مع شركات القطاع الخاص او الحكومه، ما حدش بياخد اقل من كده. فهذه الارقام بدات تتنفذ على ارض الواقع. الفكره في ان احنا عايزين نعيد هيكله الاجور، نشوف التفاوت ما بين القطاعات وبعضها البعض، نشوف التفاوت داخل نفس القطاع وتمييزه ما بين الاداره العليا والمتوسطه والدنيا. يبقى العمال بتغالي، العمال تبقى بتغالي في طلباتها لما تربط الحد الادنى والاقصى للاجور بالاسعار معالي الوزير؟ لا مش معنى ده، ما حدش يقدر يغالف كده، ده حق طبيعي وده حق دستوري، واصبح من حق الناس دلوقتي ان يبقى مرتباتها واجورها ترتبط بانها تجيب توفر لها حياه كريمه حقيقية تقدر تعيش فيها. ده حد أدنى من المطالب مشروعة جدا ومحدش يقدر يزايد فيها على العمال، ويبقوا بيغالوا كمان لما يطلبوا إعانة للبطالة تساوي الحد الأدنى للأجور؟ لا خالص، بالعكس، يعني من حقهم هذه المطالب. إعانة البطالة مطلوبة، بس هي الفكرة متى تستطيع أن تنفذ ذلك؟ هل أنت تستطيع في وسط هذه الحالة الاقتصادية، في وسط الدفع أو يعني مطالبة بوقف العمل، بانك بتهرب مستثمرين، بانك بتشوه صوره العامل المصري وتقول ان العامل المصري بتاع اضراب واعتصام وبتاع وقفه، فيهرب منك المستثمر ويخاف يجي، هل هذا السم يتوافق مع فكره ان ندي اعانه بطاله وان نرفع مستوى الاجور بهذا الشكل؟
ولا احنا الاثنين لازم يشتغلوا مع بعض، ندفع عجله الانتاج من جهه ونزود الانتاجيه بتاعتنا من جهه، وبالجهه الاخرى يعني نطلب ونريد. اخيرا معالي الوزير، قبل ما اشكر حضرتك، هل في فرص جديده للعمال سوف يتم الاعلان عنها قريبا، فرص عمل بقصد؟ احنا شغالين على هذا الملف بشكل مهم جدا، لان احد القنابل الموجوده في مصر هي فكره البطاله بشكل كبير، واحنا بنعاني من ان معظم الثقافات اللي موجوده، انا عايز اشتغل في الحكومه، للاسف الشديد كل الفرص العمل اللي موجوده حاليا هي فرص عمل في القطاع الخاص، ما فيش فرص عمل في الحكومه. يعني لازم نكون صادقين مع شعبنا، الحكومه في حاله من التراهب بكم عماله كبير جدا، لكن احنا بنحاول ندفع في القطاع الخاص من خلال تدريب وتاهيل للعمال. وبالنسبه للاسواق العربيه يا فندم، فعلا ودفع استثمارات جديده تؤهل او تفتح افاق جديده للعمل مع العمال. وبالنسبه للاسواق العربيه والخليجيه والشرق الاوسطيه، هل الحكومه المصريه قدرت ان هي تفتح اسواق؟ يعني انا كنت سمعت في تقرير من التقارير اللي عرضت عندنا هنا في قناه الحياه، كانت بتتكلم عن ازمه صناع الاثاث في مصر، قالوا ان تركيا بيتم الحكومه التركيه بتدعم صناع الاثاث في تركيا، فبينزلوا بضاعتهم مصر وبتفتح لهم اسواق، بينزلوا بضاعتهم مصر بسعر منخفض، والحكومه المصريه مش عايزه تدعم صناع الاثاث في مصر اللي هم المفترض اقدم واعرق وعلى كفاءه اقدر، ولا عايزه تفتح لهم اسواق لا داخليا ولا خارجيا. يعني الحقيقه اعتقد الملف ده يبقى مع الصناعه، انا احاول اوصل الملف ده للصناعه، يعني ايه الدعم اللي ممكن توجهه الى صناعه الاثاث، لكن اللي اقدر اوجه لحضرتك عليه ان احنا بنحاول نفتح افاق عمل وعمل تبقى متاحه للمصريين في الخارج على مستويين، ان احنا بنسهل عمليات السفر وبنحاول نتيح ونروج للعامل المصري سواء كان في الدول الجوار زي ليبيا وزي دول الخليج وزي. إذا هي محاولات لوزارة القوى العاملة لفتح أسواق جديدة وسوق عمل جديد للعمال المصريين. أنا بشكر حضرتك معالي الوزير الدكتور خالد الأزهري.